18 ما شفتهاش، ما سمعتش صوتها، ما كنشوفهاش، ما كنعرف عليها حتى شي حاجة. هي ما كتقدرش تواصل معايا بحكم أن الأب ديالها مراقبها، مشدد عليها الخناق وكأنه محاصرها. فأنا يعني كأم نسمع أن بنتي تزوجت كشخص غريب بعيد، ما نحضرش ليها، ما نعرفش شكون هذا الشخص اللي ارتبطت به. انا يعني مسامحك، انا بغيت غير تكوني بخير، وبغيت حقي كأم انا نشوف بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا نهى احسان زادني، شاعره وكاتبه مغربيه، واطار تعليم سابقا. وقعت لي واحد المشكلة أمنية بسبب الأب ديال بنتي وطليقي في نفس الوقت. من 3 سنوات تقريبا انتزع مني البنت ديالي، كان مجموع عليه واحد المبلغ ديال النفقة، بغى يتملص من الأداء. انتزع مني بنتي بطريقة يعني بحيلة، يعني بطريقة الاحتيال. يعني خلاها تكرهني وهربت، مشات عنده. أنا عملت شكاية لوكيل الملك بأنه استدرج بنتي وخدها بغير وجه حق، حكم أنني أم حاضنة وغير متزوجة، وما كاينش مبرر قانوني باش ياخدها مني. كان سن ديال هذيك الساعة 15 سنة. استدعاه وكيل الملك باش يعني يشوف الموضوع. مني استدعاه وكيل الملك، للأسف لفق لي تهمة ديال الإرهاب. قال لي أنا خديت منها البنت لأنها إرهابية وكتستخدم البنت في عملية إرهابية. فتم اعتقالي للأسف، وتم ترحيلي للدار البيضاء. مشيت في حالة نفسية متردية بسبب أنني فقدت بنتي. دخلت مصحة نفسية، قعدت فيها معتقلة 5 شهور. من بعد تم الإفراج عني، عشت حياة طبيعية حتى العام اللي فات 2021. تزوجت في دولة مصر، مشيت لدولة مصر بعين المستلطات، قضيت تم عام يعني ما تمش الأمر، وجلست بعد الطلاق فترة، ما يعني ما احتملتش البقاء في مصر، قررت باش نرجع لبلادي. رجعت الشهر اللي فات 16 شهر 7، تم اعتقالي من طرف أمن المطار. يعني أنا طبعا ما كنتش عارفة بأن الملف بقي مازال مفتوح وبأن أنا مطلوبة الجلسات. فللأسف تم اعتقالي وأخذت محاكمة في حالة سراح. يوم 11 في هذا الشهر تم الحكم علي بسنتين سجن نافذ وغرامة 5000 درهم، بتهمة تحريض قاصر على القيام بأعمال إرهابية والإشادة بأعمال إرهابية. فتعطتني مهلة الاستئناف. أنا للأسف بحكم أنني توقفت في المطار، يعني المبلغ اللي كنت جايبه معايا يعني تصرف مشاع الجنيه، يعني قيمة دياله قليلة، ما كنتش دايرة بحساب أنني غادي يعني نضطر أنني نبقى هذه الفترة كلها في يعني مدينة الجديدة ثم مدينة الرباط. كنت كنسافر من مدينة الجديدة لمدينة سلا من أجل الجلسات. من بعد قررت باش نستقر في الرباط للقرب من المحكمة والاستئناف. الأهل ديالي للأسف بعد ما حصل هذا المشكل ديال التوقيف في المطار خافوا وطردوني كلهم، يعني حتى شي واحد ما يعني ما قبل باش يخليني عنده، رغم ان القاضي عطيني صراح بانني نمشي لعند اهلي. للاسف ما كانش معايا مصاريف، فيعني بقيت من فندق لاخر. بعض الناس الله يجازيهم بخير من معارفي ساعدوني، ولكن هم قله، يعني لهذا يعني ما بقاش معايا مصاريف. فانا حاليا محتاجه محامي باش يعني إما ينفي عليا التهمة، إما يخفف عليا الحكم. حالتي الصحية لا تحتمل أنني بقاء في السجن. يعني عندي هشاشة عظام، عندي التهاب الفقرات، خلل في الغدة،
مقاومة الأنسولين، ارتفاع الكورتيزول، يعني هذه المشاكل كلها كتخلي الإنسان يعني خاصه يعيش في واحد يعني في واحد الوضعية خاصة. أنا ماشي على نظام غذائي خاص، يعني ما خصنيش نقطعه. للأسف السجن ما كيوفرش هذا الشيء، فأنا خصني ملف طبي، فحوصات وتحاليل باش نرفقهم مع الملف باش يتم أخذ حالتي بعين الاعتبار. وبغيت نرفع واحد التظلم للناس يعني المشاهدين، وتظلم البنتي إلا كانت كتشوفني من 2018 ما شفتهاش، ما سمعتش صوتها، ما كنشوفهاش، ما كنعرف عليها حتى شي حاجة. هي ما كتقدرش تواصل معايا بحكم أن الأب ديالها مراقبها، مشدد عليها الخناق وكأنها محاصرها. الناس اللي كتواصل تقدر تواصل معهم من العائلة خبروني بهذا الشيء، يعني فاش كنسولهم كنقول لهم بنتي كتواصل معكم، كيقولوا لي بأننا كنحسوا بها مراقبة وما قادرش تكلم على راحتها، فلهذا ما قدرنا ما بقيناش بغينا نتواصلوا معها لأن ما يعني ما نقدروش نتواصلوا في هذيك، يعني كأننا ما كنتواصلوش. خديت الرقم ديالها ملي كنت في مصر مع الزوج ديالي، تواصلت معها مرة واحدة جاوبتني، عطتني الأخبار ديالها، من بعد اختفت. سمعت من بعد أنها تزوجت، فأنا يعني كأم نسمع أن بنتي تزوجت كشخص غريب بعيد، ما نحضرش ليها، ما نعرفش شكون هذا الشخص اللي ارتبطت به. حاليا بغيت نطلبها الشهادة، أنا ما عارفهاش فين كاينة، حتى المكان ديالها ما عارفش. أنا من حقي كأم نعرف بنتي فين، من حقي رغم داكشي اللي وقع إلا كانت كتشوفني كنقول لها أنا بنتي ما تحسيش بالذنب لأن ماشي انتي اللي درتي هذا الشيء. الأب ديالك استخدمك ضد الأم ديالك، انتي ما عليك حتى شي حاجة. خلى يده نظيفة بأنه هو باش انتي تبقي تنظري لي أنه ما دار والو، انتي هي المذنبة. لا أنا يعني مسامحك، أنا بغيتك غير تكوني بخير، وبغيت حقي كأم أنا نشوف بنتي وأنا نعرف أخبارها ونتوصل معها. علاش هذا الشيء؟ علاش تم محاصرتك نفسيا؟ علاش تم محاصرتك؟ لأن يعني حتى الأقارب ماشي من حقك تزوريهم، ماشي من حقك باش تكلمي معاهم، وإلا تكلمتي يعني كأنك في غرفة مراقبة، يعني الكلام المسموح لك به كتقوليه واللي ما مسموحش لك به. حنا ما عارفينش أنت كيفاش عايشة، أنت كتقولي لنا أنا عايشة بخير ولكن حنا ما عارفينش حقيقة الأمر. علاش كتعرضي؟ اشنا هما الامور اللي تتعرضي لهم؟ انت كنتي قلتي لي من قبل بانك عايشه بخير ولكن اصبحتي معقده، ملي سولتك قلت لك علاش، ما قلتي ليش علاش، يعني بعض الامور مبهمه. المهم انا كنتمنى تكوني بخير والله يرضي عليك بنتي، وكنتمنى اننا نتواصلوا مره اخرى وانك تكوني بخير في حياتك الزوجيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.